في مشاكل أي دولة عالمية هذه؟ أعتقد أنا في الشرق الأوسط وخاصة العراق. فإذا إحنا بنصلي لهذا الاحتياج، يعني تخيل معايا عزيزي المشاهد، إذا أنت موجود في مكانك وكل حاجة سليمة، أنت في بركة كبيرة جدا. فمحتاجين نرفع إخواتنا اللي تحت الألم والفقر الصعب. تاني حاجة، برحب كمان ببرنامج حياة الصلاة والأخت رواء، وهي متحدة مع البرنامج لأجل هذه الصلاة، عمل الرب العظيم. فنفسي قوي إن احنا نصلي من أجل احتياجات الآخرين. فخلينا نصلي من أجل الناس اللي مش لاقية دخلها اليومي يمكن أو الأسبوعي، ولأنهم بيطلبوا العراق. تسمح لي يا دكتور باسم أطلب منك تقودنا في هذه الصلاة من أجل أحبائنا في العراق اللي مش لاقين ياكلوا، مش لاقين احتياجهم اليومي، وخاصة أنت يعني تمثل العراق في هذه الجلسة، فأرجوك قودنا في هذه الصلاة. أشكرك قس إبراهيم. ولو يعني اللغة العربية مفروض، لكن أنا راح أتكلم مع الرب وليس مع العراقيين. صلاتي هي أنه أنا راح أطلب من الرب، ولهذا يعجبني أن أصلي باللغة العرامية، والرب أمين. يسمع ويستجيب. أمين. يا لك شكر روحك حمد خلق كبيرة يا لها الأثيوم بريخة آيت ألها بريخة ود آيت ألها طاوة ود آيت ألها حقاني ود وكل شو لانو طاوي له وخيري له تبني ناشا حتى تدجمن ديوخ حتى تدجمن ديوخ ما قد كبته كمالته من بركاته. فدها يا لها أث أمثى أث عمد عراق بهدلة عراق جهيلة عراق خلولة عراق مبلة يا لك مرجخ منه تدخلت بقوي بغضائم الرحمة يا لها سي زوري قاخرتا إيثن مليون مني ناشي طاولة وعيد كنت مش كبيرة مني مبلن البخ الديوخ يا لها أث أثرة جهيلة والسنيق اللخ يا لها حتى كورونا بأذزونا جو عراق برسلة لبرستا لينا بريثة قبديخ ولو هذا خم جو أوروبا وجو أمريكا الجنوبية ودكان قنا بس أنا كمرج منه يا لها أث دولتا أث أفرد عراق يا لها تتخيرت اللح بغضائن الرحمة وتدعر بصخوثة وبرسمت البث وثي والإنشي ويلي وقراني يا لها أي تور دجمن دجمن سطانة ليلة بيوالا مجال تأث عمة تأث شعب وقاقة خشوة كم رخنه صوتشيل لا بالحقيقة أني أبريائي لي وإنما دولاثة خنوة لي بخراوح سو كم رجخ منه يا لها أث حكومة دي لمن سطانة أيت أستعامل أمه أيت محرر عراق أيت منجح لأني دي لتويرو دي لميثم كبني هل يا لها بوركاثوخ هل يا لها خير ديوخ وبش كبيرة إيتوخ يا لها تام بو أثرة أث إيت قدشت يا لها مني ولا معاناة أمي بس أنا لين بس مصلويت إيتا وإنما تكل تمشلمانة تدسناية تقرذاية تعرباية تسوراية تأنديلة إثي من إيران تاما حتى تأني ديلة بخراوة أي يبغض مغيرة لبي مغيرة هوني مغيرة ظروف دياي ومبسمت من كورونا ومبياوت رواتب دياي يا لها دغد ميرا من يرخد تشقى من يرخد تشقى ولدها ليلة مستلم رواتب دي عايشي يا لها مبلن بخد دلاو ديوخ وأموديا نبقاو خيلا آيت بغضص بيت زرت منه خيالا يبقى مديرت أث أثرة قرذاي ديح وعرباية وملت ياثا خنا تد مديرت قاخر تتتاو بشطة من ما ديوية قميثا وآيت شوقت أث أثرة بصر أث من دي دثير بقري تد أني تبيشي شراعة أني تبيشي بهرة أني تبيشي إنقاليون أني تبيشي إيداثه وقلاثه وكنبخ نثياثه تكل عرباية
ودولات خلنا دي لتاما بجو مدنحة وهكذا بجو معروة لازم تكون من دي زحمة له وخن يوخد كيل بقاوخ ودائما تكرون بقاوخ إلى ودائما بتقارغ جيبوخ وكذا بشماء قالا وود ببلاخة وانا شكرا له انه مخلص له لا الباي الا مليون بقو عراق وبقو افراد خلنا بقو شرق الاوسط بانش النخراي هللويا طالوخ بسمة جيانوخ شكرا تا روح قديشة شكرا الخيرات دي وديد بولي يا لها شكرا همخني تد همخني بهور شوحوخ يا لها إلا نمخني أخ بقو أمريكا أو بقو معروة لأنه هم أخ يا لها إيسن من ديان برايا من سطانة سطانة همخ بلخل كبيرة والبلخ مش كبيرة يا لها أي تور سطانة أي يا لها ترزي أن روح هذا بيشة مش كبيرة من إيتا ومن عمديوخ ومن تبعوخ عندي لهم هيمن بدمك قديشة طلبوا من صالن بقو شمك قديشة بقو أودم زكايا دو بشيش بيخل طورت قاغلتا آمين ثم آمين.